صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن أهل البيت معصومين وأنه تجب موالاتهم ولو كانوا أهل معاصي وذنوب؟ أهل البيت كغيرهم من المسلمين ليسوا معصومين، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البيت فالمسلمون منهم والمؤمنون منهم كغيرهم من إخوانهم المسلمين، ليسوا معصومين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. من الذي قال إنهم معصومون؟ وش الدليل على هذا؟ نعم.